احنا الان على النقطه الحدوديه ميديكا، يلا تحل الحدود دابا. من بعد عده ساعات كانوا الحدود سادين، انتما كتشوفوا العدد ديال السيارات اللي واقفين كانوا كيتسناو. المغاربه كاينين من الجهه الاخرى كيخليو المغاربه يدوزوا، ولكن كيخليو الناس الكبار، الاطفال الصغار، الرضع، نساء الحوامل، وما اللي خرجوا الاولين، لي جون كاملين كيخليهم. كانوا مغاربه بغض النظر على الجنسيه ديالهم، كيخليو هادو النساء الحوامل والرضع، الناس اللي كبار في السن، هما اللي كيخرجوا الاولين. دونك ما كاين لا عنصريه في اختيار الناس اللي كيخرجوا لا والو. وهاد الاخبار جات عندنا من عند هاد، ها هو حرس الحدود البولندي هو اللي جاب لنا الخبر هذه.